السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كلين بي ان جي، ده لو انت شغال في اي مشروع ومحتاج ان انت تحط صورة، والصورة ديت محتاجها ما يكونش ليها خلفية، تمام؟ يعني في لو انت دورت في جوجل بتلاقي صور كثيرة بس بتلاقي الخلفية بيضة، فبتضطر تقعد تقصها. ده متخصص في الصور اللي هي البي ان جي، مش الصور اللي هي مصور بالكاميرا، واللي يكون ما فيهاش اي لون في الخلفية، بحيث ان انت تحطها اوتوماتيك في العرض التقديمي بتاعك، سواء باوربوينت سواء اي حاجة، سواء مثلا ملف وورد مثلا كاتبه عايز تحط فيه صورة بي ان جي بالشكل دوت. كل عليك ان انت تعمل سيرش على الكلمة اللي انت عايزها، مثلا وورلد، فبيبدأ يعمل لك سيرش ويبدأ يجيب لك كلمات كتيرة، مثلا النادي الأهلي اهوت، ماليش في الكورة أصلا يعني. طيب ممكن مثلا تختار صورة مثلا زي صورة المية ديت أو صورة البيت دوت. أول ما تشوفها تأكد إنها هي دي اللي أنت محتاجها، بتقول له فري داونلود، فبيبدأ يحمل لك الصورة ديت. وبعد كده خلاص الصورة بقت عندك على الجهاز فتقدر تستخدمها.